عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، قام الرئيس السيسي بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازن لمحوري المريوطية وكمال عامر. ويربط المحور الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولا لطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مرورا بأعلى شارع العروبة وترسا والهرم وفيصل بمحافظة الجيزة. عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وفي إطار حرص السيد الرئيس على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية في الدولة، قام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازي لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولاً للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مروراً بأعلى شارع العروبة وترس الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة. وأثناء التفقد توقف السيد الرئيس مع أحد المواطنين، حيث دار حديث ودي حرص خلاله السيد الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. ولادك دول؟ ربنا يخليهم لك. أخبارك إيه؟ بتشتغل إيه؟ شغال سواء إيه؟ شغال على عربية. عربية إيه؟ عربية اللي هي سوزوكي. بتعمل كام؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ 100 جنيه، مرة 120 كده. بتاعتك العربية ولا شغال عليها؟ لا شغال عليها، سواق عليها. ازيك يا ست؟ ازاي صحتك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا، منور البلد. ده انت اللي منور. ساكنين فين؟ البساتين. البساتين. بتدفع ايجار قد ايه؟ والله بدفع 1200. ليه؟ والله العظيم مصدقك، ما تحلفش، مصدقك. الحمد لله على كل شيء. طبعا طبعا. مش عايز حاجه؟ الله، مش عايز حاجه يا سيدي. صحيح، خلي بالك عشان والله رايح اكشف عليهم. ربنا يخليهم لك، ربنا يخليهم لك. مش عايز حاجه؟ الله يبارك لك. طيب، سلام عليكم.